مرحبا مشاهدينا الأكارم، حلقة جديدة من برنامج لعبة الكراسي. في الجزء الأول من هذه الحلقة سيكون ضيفنا السيد جبار الياور، الأمين العام لوزارة البيشمركة. سيد الياور مرحبا بك. اهلا وسهلا، مرحبا بكم عزيزي. حياك الله ضيفا عزيزا سيد جبار الياور. دعنا نبدا من الملف الاهم وهو التنسيق بين البيشمركة والقوات الاتحادية. سؤالي، الى اين وصل هذا التنسيق؟ تفضل لك الكلمة. يعني التنسيق وكان على خطوتين، الخطوة الاولى هو تشكيل مراكز للتنسيق بين ضباط قوات البيشمركة وضباط الجيش الاتحادي في قيادة مع قيادة العمليات المشتركة. وقد شكلنا هذه المراكز، هي أربع مراكز فرعية في محافظات ديالى وكركوك وفي مخمور وفي الموصل، وهناك ضباط من قوات البيشمركة وضباط من الجيش الاتحادي ينسقون مع بعض لتبادل المعلومات الاستخبارية العسكرية وأيضا تنظيم مرور الأرتال العسكرية وأيضا الإعداد لعمليات عسكرية مشتركة ضد إرهابي داعش، وأيضا تسليم المطلوبين من الجانبين إن كان هناك مطلوبين لدى الجانب في إقليم كردستان أو في الحكومة الاتحادية. وما عدا تلك الأربع مراكز للتنسيق هناك مركزين رئيسيين آخرين، إحداهما في أربيل يسمى مركز أربيل للتنسيق المشترك ما بين قوات البيشمركة وما بين قوات الجيش الاتحادي، وأيضا هناك أيضا لدينا مركز في قيادة العمليات المشتركة في بغداد، وهذه المراكز هي تعمل منذ أكثر من 3 أشهر بصورة منظمة. والخطوة الثانية هو كان لتشكيل لواءين مشتركين من قوات البيشمركة والجيش وعلى قرار أمر رسمي ديواني. طيب. وهو نقل مجموعة من البيشمركة من وزارة البيشمركة إلى على ملاك وزارة الدفاع للحكومة الاتحادية، ومن بعد نقل هذا اللواء خلطه مع لواء آخر من وزارة الدفاع وتوزيع وحدات هذين اللواءين في مناطق الفراغات التي استغلت من قبل إرهابي داعش كمآوي لها لشن عمليات إرهابية ضد قوات الجيش وقوات البيشمركة. ونحن في المراحل الأخيرة لتشكيل هذين اللواءين بصورة كاملة، وإن شاء الله سوف يدخلون معسكرات التدريب، ويكون هذين اللواءين هو تحت الأمرة الكاملة لقيادة العمليات المشتركة من جميع النواحي، ولا يبقى لهم أي ارتباط من الناحية العملياتية أو الإدارية أو غيرها. سيد الياور، القوات المشتركة يعني بين بغداد وأربيل، هل مارست مهامها بالفعل على الأرض أم ماذا؟ كما قلت، لا، المراكز هي بدأت مهامها على الأرض منذ حوالي أكثر من 3 أشهر، ولكن اللواءين نحن في حال الإعداد، ونحن في المرحلة الأخيرة للإعداد. يعني أكملنا صدر الأمر الديواني، أكملنا القوائم لنقل اللواء الكامل من وزارة البيشمركة إلى ملاك وزارة الدفاع، وقد حدد لواء آخر من قبل قيادة العمليات المشتركة لدمجه مع هذا اللواء، وإن شاء الله في الشهر القادم سوف تدخل وحدات هذين اللواءين إلى معسكرات التدريب، ويكون التدريب حسب ما مخطط له لمدة 2 شهر، ومن بعد ذلك سوف تأخذ وحدات هذين اللواءين المواقع التي سوف تحدد لها في مناطق الفراغات ما بين خطي انتشار قوات البيشمركة والجيش الاتحادي كما قلت، والتي أصبحت طيب مآوي لإرهابي داعش. سيد العزيز، كثر الجدل والحديث مؤخرا بشأن عودة قوات البيشمركة إلى المناطق المتنازع عليها، هل عادت بالفعل وإلى أي المناطق بالتحديد؟ لحد الآن لم يحدث أي تغيير في مواقع لا القوات البيشمركة ولا قوات الاتحادية. يعني كما قلت، هناك خطين تنتشر بهما قوات البيشمركة وأيضا القوات الاتحادية. الخط هو لمواجهة إرهابي داعش،
في هذه المناطق، ويبدأ الخطين من المناطق القريبة من خانقين، ويمر بالمناطق القريبة من الطوس خرماتو، ومن بعدها من كركوك، ومن بعدها إلى مخمور، ومن بعدها يصل إلى الحدود السورية. يعني من الحدود الإيرانية في القريبة من خانقين إلى الحدود السورية القريبة من مناطق ربيعة. هذا هو الخط. على ذكر كما قلت خطين متوازيين. على ذكر مخمور بعض المناطق المتنازعة. نعم. ولكن لحد الآن لم يحدث كما قلت. لحد هناك دعايات فقط، يعني خاصة في 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 وقت الانتخابات، ولأجل الموضوع الانتخابات، الدعاية الانتخابية، كانت هناك بعض الدعايات حول موضوع يعني دخول قوات البيشمركة إلى مناطق محددة، ولكن لم يتغير واقع انتشار قوات البيشمركة لحد الآن، ولم تدخل يعني الحديث عن دخول قوات البيشمركة إلى هذه المناطق يعتبر حديث انتخابي للترويج الانتخابي أو للدعاية الانتخابية تقصد؟ نعم، ليس من قبل إقليم كردستان، وإنما كانت هناك بعض المطالبات من قبل بعض الجهات السياسية خاصة في كركوك، من بعض الأخوة من العرب والتركمان كانوا يقولون بأن هناك نية لدخول قوات البيشمركة إلى كركوك، ولكن لم تدخل أي قوات بيشمركة إلى كركوك. أصلا نحن لا نؤمن بدخول قوات عسكرية إلى داخل المدن، يعني لا وزارة البيشمركة ولا حكومة الإقليم كردستان تؤمن بإدخال قوات إلى داخل المدن، وإنما المدن يجب أن تحمى من قبل قوات الشرطة والأمن، وليس هو واجب القوات العسكرية، لا البيشمركة ولا الجيش ولا الحشد الشعبي ولا أي من هذه القوات. القوات العسكرية هي تحمي خارج المدن، وهي تقاتل داعش خارج المدن. طيب دعنا يعني كلها يجب تكون. طيب فهمت هذه النقطة، أعتذر عن المقاطعة ضيف المحترم. من هي الجهة التي تحدثت من باب الدعاية أو الغرض السياسي الانتخابي فيما يخص دخول قوات البيشمركة إلى هذه المناطق كما تحدثت الآن؟ كما قلت، كان خلال الانتخابات، يعني قبل إجراء عملية الانتخابات، كانت هناك يعني بعض التصريحات من قبل بعض الأحزاب من الأخوة التركمان خاصة في كركوك، ومن بعض الكتل السياسية للأخوة العرب في منطقة كركوك. أكثر كانت هذه البيانات التي صدرت من قبل هؤلاء الأخوة، ونحن نوهنا في وقتها بأن ليس هناك أي خطة لإدخال أي قوات من البيشمركة إلى كركوك، وليس هناك أي اتفاق لا إلى كركوك، لا لأي مدينة، يعني لا لمخمور ولا لكركوك ولا لخانقين ولا لأي مدينة أخرى. نحن ليس لدينا لا نية لدخول لإدخال قوات البيشمركة إلى هذه المدن، ونطلب أيضا بأن لا تكون هناك قوات، أي قوات عسكرية في داخل هذه المدن. وكما قلت، هذه التصريحات كانت تتعلق بالأجواء الدعاية الانتخابية. هنا يبرز سؤال فيما يخص الدعاية الانتخابية، ما الغرض أو ما هي الفائدة من الإشارة إلى البيشمركة ودخولها إلى هذه المناطق المتنازع عليها وربطها انتخابيا؟ ما النفع المجنى أو المستحصل من مثل هكذا موضوع؟ له علاقة بإثارة الناخبين، يعني أو زيادة عدد المصوتين لهذه الكتل المحددة، لأن هذه الجهات يعني تعارض وجود قوات للبيشمركة داخل المدن، يعني خاصة في هذه المناطق، هذه المدن، ولأجل جلب أنظار الذين هم أعضاء في هذه الأحزاب لغرض التصويت، لإعطاء أصواتهم إلى المرشحين من قبل هذه الأحزاب أو من هذه الكتل. كما قلت، كان الصراع هذا الموضوع فقط، أو هذه الدعاية كانت تخص مدينة كركوك فقط، يعني لأن المنافسة كانت كبيرة ما بين الأحزاب، سيادة الفريق إذا تسمح لي، وأيضا الأحزاب التركمانية والأحزاب العربية في كركوك، على الحصول على أكثر المقاعد البرلمانية الخاصة بالمراكز الانتخابية في كركوك. كان هذا هو التنافس، كان كبير في كركوك. يعني خلط السياسة بالأمن أو الأمن بالسياسة،
ماذا يترجم؟ ماذا يعتبر؟ هل يعتبر عائق؟ لم أفهم السؤال، أطلب المعذرة لأن الصوت منخفض قليلا. يعني أتمنى من الشباب يشوفون موضوعة الصوت. سألتك سيد العزيز موضوع خلط السياسة بالأمن، خلط الأمن بالسياسة، يعتبر عائق باللغة العسكرية أتحدث؟ نعم حتما. نحن نؤمن بأن يعني تكون كل القوات الأمنية والقوات العسكرية في العراق عموما وفي إقليم كردستان هي بعيدة عن الصراعات السياسية، لأن لو يعني أدخلت القوات العسكرية والقوات الأمنية في الصراع السياسي فتحدث كارثة، لأنه سوف يستعمل السلاح في الصراعات السياسية. الواجب الرئيسي للقوى العسكرية والقوى الأمنية هي المحافظة على الأمن لكل المواطنين إن كانوا من أي لون سياسي في العراق بصورة عامة وفي إقليم كردستان. نحن نؤمن بهذا المبدأ بأن دائما القوات العسكرية والقوات الأمنية يجب أن تكون بعيدة جدا عن موضوع الصراع السياسي، وهذا ما أقره الدستور، خاصة في المادة 9 من الدستور الذي صوتنا عليه بأنه يؤكد يجب أن لا تتدخل القوات العسكرية وأيضا القوات الأمنية في العراق في المسائل السياسية، وأن تكون بعيدة عن موضوع تداول السلطة بالصورة الديمقراطية الموجودة. من منطلق إيمانكم والحديث الدستوري، إلى أي مدى تفصلون لديكم في إقليم كردستان ما بين إدخال السياسة بالأمن أو الأمن بالسياسة؟ السؤال بشق آخر لو تسمح، كيف تنظرون إلى البعض من الأحزاب في بغداد مثلا التي تحاول الخلط ما بين الأمن والسياسة أو إدخال الأمن بالسياسة؟ كما قلت، نحن في إقليم كردستان العراق بصورة عامة وحتى في وزارة البيشمركة لدينا ضمن قانون وزارة البيشمركة هناك مادة رئيسية في القانون تمنع على القوات البيشمركة من التدخل بالمواضيع السياسية. وكما قلت، نحن نؤمن بأن في كل العراق الفيدرالي بصورة عامة وأيضا في إقليم كردستان يجب أن تكون القوات العسكرية والقوات الأمنية بعيدة بعدا كبيرا من المسائل السياسية والصراعات السياسية، لأن هناك خطر. لاحظ كل الدول الموجودة في الشرق الأوسط، يعني نلاحظ بأن في أي دولة من هذه الدول إن كانت هناك أحزاب سياسية مسلحة موجودة على الأرض وتتدخل في المواضيع الحكومية أو المواضيع السياسية، فإن هناك دائما صراع مسلح ما بين هذه القوى، كما نلاحظ ذلك في اليمن، نلاحظ ذلك كان في ليبيا، في لبنان في مرات عديدة، في السودان نفس الشيء، وأيضا حاليا في العراق نلاحظ أن أحزاب سياسية لديها قوات عسكرية، وهذا يؤدي بالتالي إلى نشوب صراعات مسلحة أحيانا ما بين هذه الأحزاب التي تملك قوات عسكرية مع السلطات الرسمية في الحكومة، أو أيضا مع كتل أخرى لديها قوات عسكرية. لذا نحن نؤمن بأنه يجب أن لا يكون هناك سلاح ضمن كيانات سياسية، وأنما السلاح يجب أن يكون يحصر بيد الدولة ومن أجل الحفاظ على أمن كل المواطنين وكل الكتل السياسية وكل الأحزاب السياسية بدون أن يكون هناك فرق ما بين فلان أو فلان يعني في الحكومة. إن توصلنا إلى هذا الوضع يعني في العراق سوف تستقر الأوضاع الأمنية بصورة عامة، وسوف يكون الصراع فقط صراعا سياسيا، مثلا مظاهرات سلمية، مثلا مطالبات، التنافس في البرنامج السياسي للأحزاب للوصول إلى السلطة يعني. طيب، بعض المناطق المتنازع عليها، دعنا نعود نتحدث عن مناطق المتنازع عليها، تصخر ماتو، تحدثنا أيضا عن مخمور، بدأت بالفترة الأخيرة تشهد بعض الخروقات، ما هي الأسباب سيد العزيز؟
الخروقات تقصد من ناحية الأمنية، من ناحية إرهابي داعش؟ يعني داعش الإرهابي، نعم. نعم، طبعا هناك كان خطأ في الإعلان عن إنهاء القضاء على داعش تماما، خاصة في نهاية عام 2017 عندما حررت مدينة الموصل ومن بعدها المناطق الأخرى في كركوك، ولم تبقى هناك ما كان يسمى بالإمارة الإسلامية في الشام والعراق. طبعا صدر بيان في زمانها كان السيد العبادي هو حيدر العبادي رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، صدر بيانا بأنه تم القضاء كليا على المنظمة الإرهابية لداعش. نحن في حينها وفي نفس اليوم الذي صدر البيان قلنا بأن داعش لم تنتهي كمنظمة إرهابية دولية، لأن أولا تم القضاء فقط على ما كان يسمى بالإمارة، وإنما داعش سوف تعود مرة أخرى للقيام بعمليات إرهابية بتكتيك عسكري آخر، ليس بحرب جبهوية، لأن كانت سابقا لديها أرض. وكما قلت، ما عدا الموضوع العسكري نحن لم نتمكن من القضاء على داعش من الناحية الفكرية، يعني الإرهاب الفكري الموجود بس في السوشيال ميديا، لأنهم يجندون الآلاف من خلال بث سموم أفكارهم في السوشيال ميديا. وفعلا هي كانت الحقيقة، يعني بعد أشهر من بعد 2017 وخاصة في بداية 2018 بدأت عمليات داعش تبدأ مرة أخرى كما قلت بصورة مفارز صغيرة أو مجموعات صغيرة تقوم بزرع الألغام أو بتفجير سيارات أو أنفسهم أو وضع الكمائن على الطرق الرئيسية أو التعرض بالربايا والمواقع العسكرية. يعني أقصد وهناك أفهم من حديثك إحصائيات لهذه العمليات العسكرية هي مستمرة لحد الآن. طيب أفهم من حديثك أنه القرار أو الإعلان في حينها بعام 2017 كان متسرعا؟ نعم، كان أنا أقول أنه كان البيان متسرعا جدا. كان يجب علينا ألا يعني أن لا نقوم ب نذهب إلى الاستراحة ونقول لم يبقى داعش، لأن أصلا داعش ليست هي منظمة تقوم بأعمال إرهابية فقط في العراق، وإنما في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي أفغانستان وفي كثير من دول العالم، وأن ذلك واضح حاليا، يعني الموجود حاليا. لذا كان علينا أن نبدأ بتنظيم أنفسنا مرة أخرى على كيفية مجابهة داعش عن طريق التكتيك العسكري الجديد، وهو تغيير نوع الحرب من حرب جبهوية مع داعش إلى حرب عصابات أو حرب مجموعات صغيرة كزمن القاعدة. كيف نتمكن من السيطرة على هذا الوضع؟ وكان يجب أن يكون هناك تنسيق ما بين القوات العسكرية الحكومة الاتحادية وقوات البيشمركة. طيب. ولكن مع الأسف يعني سنوات عديدة مرت ليس هناك أي تنسيق، بدأ التنسيق جديدا، ولو أنه من زمن سيد عادل عبد المهدي صدر بيانا لبدء التنسيق العسكري والتنسيق الأمني ما بين قوات الإقليم والقوات الاتحادية، ولكن لم ينفذ إلا قبل أشهر، يعني قمنا بتنفيذ هذا التنسيق. وكان هناك خطين كما قلت لانتشار القوات العسكرية للحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وهناك فراغات كبيرة ما بين الخطين تركناها لداعش. مثلا في بعض المناطق هناك فجوات تصل على ذكر حديث فيما يخص وإلى 20 كيلومتر طول. فيما يخص الحديث عن رؤساء الوزراء، كيف تنظرون، كيف تقيمون دور وأداء القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي والتحركات الأمنية والعسكرية التي وجدت في وقته الآن والتعاون العسكري المتبادل ما بين إقليم كردستان والقوات الاتحادية؟ يعني أنا لا أتمكن لوحدي أن أقيم دور السيد الكاظمي، خاصة على اعتبار عاصرتم أكثر من رئيس وزراء. يعني نعم 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 نعم، يعني
يعني يجب على مؤسسة علمية ومؤسسة بحث علمي تتمكن من إعداد دراسة حول هذا الموضوع، ولكن بصورة عامة يعني أداء السيد الكاظمي، أنا لا أتكلم عن الأداء المدني كرئيس وزراء وإنما على الأداء العسكري أو الأمني، بأنه متمكن في إدارة الملف العسكري والأمني في العراق، ولديه تواصل في الاجتماعات الدورية مع القادة العسكريين والأمنيين، وأيضا له دور كان كبير في يعني بدء التنسيق العسكري بصورة يعني واقعية وعلى الأرض ليس على الورق فقط، يعني ما بين قوات البيشمركة وما بين قوات الاتحادية بصورة عامة، يعني بصورة كلية، يعني له أداء جيد جدا في إدارة الملف فيما يخص جيد جدا فيما يخص جيد جدا خاصة فيما يخص الحرب ضد داعش. يعني سيد سيادة الفريق، بفرضية، لنضع فرضية، احنا بالعراق ما نعرف باكر شو يصير، المتغيرات كثيرة، لكن بفرضية انه دولة رئيس الوزراء سيد مصطفى الكاظمي بقي رئيسا للوزراء لولاية ثانية، سيادة الفريق نتحدث عسكريا مع رجل مختص السيد جبار الياور، بالولاية الثانية الى اي مدى سيتم لملمة الامن وترتيب الامن اكثر؟ حتما اذا يعني انا اتصور بانه اذا اصبح السيد الكاظمي مره اخرى رئيسا للوزراء وقائدا عاما للقوات المسلحه سوف يتم التواصل، يعني التواصل ما بدا به في الاعوام السابقه، واتصور بانه سوف تكون هناك خطوات أكبر وعملية يعني في مجال مكافحة الإرهاب بصورة عامة والقضاء على داعش بصورة عامة، وأيضا التنسيق ما بين قوات البيشمركة وما بين القوات الاتحادية، ليس فقط قوات البيشمركة، هناك نحن نتباحث دائما على موضوع أن يكون هناك تنسيق ما بين كل القوات الموجودة في الإقليم مع كل القوات الاتحادية، التنسيق ما بين القوات الأمنية في الإقليم التي تسمى بالأسايش وما بين القوات الأمنية في العراق بصورة عامة، التنسيق ما بين وحدات مكافحة الإرهاب في العراق وأيضا الوحدات الموجودة في الإقليم في موضوع مكافحة الإرهاب، هناك عمليات مشتركة، في بعض الأحيان هناك تأتي قوات مكافحة الإرهاب من بغداد وتنسق مع قوات لمكافحة الإرهاب في أربيل وفي السليمانية، طيب. وألقت القبض على مجموعة من الخلايا النائمة الموجودة في هذه المناطق، أتصور بأنه سوف تكون هناك خطوات أكبر في مجال العمل العسكري والأمني وأيضا التنسيق ما بين الإقليم وما بين الحكومة الاتحادية في هذه المجالات. السيد جبار الياور الأمين العام لوزارة البيشمركة، أنا أشكرك الشكر الجزيل في الجزء الأول من حلقة اليوم، شكرا جزيلا لك. من جديد أهلا بكم مشاهدينا الأكارم، والجزء الثاني من هذه الحلقة نتحدث بها سياسيا قانونيا مع ضيوفي داخل الاستوديو، السيد طارق حرب الخبير بشأن قانوني، والسيد وليد الزيدي مدير العمليات الأسبق في مفوضية الانتخابات. سيد طارق، سيد وليد، مرحبا بكم ضيوف أعزاء. مرحبا بك، حياكم الله. أبدأ معك سيد طارق حرب، المفوضية قالت اليوم أن الطعون أثرت على نتائج الانتخابات، كيف يمكن أن يحدث ذلك؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك وشكرا لضيفك الكريم وشكرا لمشاهدي كل كرماء الأسقياء. غالبا ما يكون الإعلام قد يعطي انطباعا غير حقيقة عن ذلك، يعني لغاية الساعة قل الرابعة 3:30 أنا أقول أن هنالك 7 طعون فقط، 5 منها مؤكدة و2 بين أخذ ورد. لو تحسب جنابك 7 طعون على 329 نائب يعني 2%. شو قد يصيرون 2%؟ عادة المعايير العالمية
في تقدير جودة وحسن الانتخابات عندما يكون الخطأ الحاصل أكثر من 5%، يعني يجب أن يكون بحدود 16 أو 17 أدنى حالة تكون كذلك. ناهيك عن أن لابد أن نلاحظ شيئا معينا، أن النقاش الحاصل، الخصومة الحاصلة، المنازعة الحاصلة ليست منازعة أرقام، منازعة قانونية، وإنما منازعة أخرى. بمعنى أقول لحضرتك، يعني الخلاف اليوم مو خلاف على أرقام ولا نتائج الانتخابات، هو على أرقام، لكن الأرقام إجا كنتيجة. يعني قائمة معينة قال هالقائمة صارت من 6 1/3. وضح لي إياها أكثر. بارك الله فيك. الستة احنا تغلق عندنا، تمام لو لا؟ الستة وثلث اكو قائمة. الستة وثلث القائمة ذكر بها اسمك وما ذكر بها اسمي. لو نحسب مال 6 1/3 جنابك يمكن تكون عدد اصواتك اكثر من عدد اصواتي. اذا ابطلناها ابقاني لي الاولوية. فشو جنابك دخل عامل خارجي اسمه أن هنالك تقدير في إبطال بطاقات وضعت لاحقا. هذا الأساس. بمعنى أنا من أقيم خصومة أنا وياك أمام مجلس الهيئة القضائية الانتخابية تقوم كذلك، يا أبا أنا ترى طلع 10,000 صوت وسيدنا الكريم طلع 9,000 صوت، إيش عجب سيدنا الكريم طلعته فائز وأني مو فائز، وأنا عندي أصوات أكثر، الأصل الخصومة تكون كذلك. شوف لولا الآن الخصومة ماكو، يعني الأرقام التي ثبتت أولا كلها كانت لها الأرجحية والأفضلية والأولوية والأسبقية على سواها. وين صارت جنابك؟ هل قائمة هاي نقبلها؟ من نقبلت كل صالح حضرتك وضد طارق، إذا رفضناها تكون لصالح طارق وضد حضرتك. شفت وين جنابك؟ ومسألة كما يقال خاضع لتقدير الهيئة القضائية الانتخابية، القانون 19/6/2020 أناط بالهيئة القضائية الانتخابية هذا الأمر، يعني لا سلطة تقديرية لسواها، لا بل يدخلون حتى بقرار المفوضية الصادر باحتسابها، يعني طيب. قد يكون قائمة معينة حسبوها لك واعتبروها أول مفوضية. الهيئة القضائية الانتخابية يعتبرون هذه القائمة باطلة وما يحسبوها لي، وبالتالي تكون عدد أصواتي أكثر من عدد. طيب. شوف جنابك، يعني المسألة كما يقال أولا أرقام محددة، واثنين يعني بعيدة عن الجانب القانوني الصرف، وإن كان للهيئة القضائية الانتخابية السلطة، القانون طه السلطة، ما نقدر نقولها لماذا، هي جهة اختصاص، لكن في جميع الأحوال ترى 7 أحوال 5 يمكن أشبه بالثبات واثنين بين أخذ ورد. طيب. وبالتالي 5 شنو تأثيرهم على شقد أعضاء مجلس النواب على 329؟ شنو تأثيرهم 5 على 1463 طعن؟ لاحظ حضرتك الرقم الخيالي، 5 أو 7 من أصل 1400، يعني ثلث من اشترك من رشح في الانتخابات. طيب دعنا نشرك بالحديث السيد وليد الزيدي مدير العمليات الأسبق في مفوضية الانتخابات. أجدد بك الترحيب بصفتك. لحد اللحظة اللغط والحديث والاختلاف بالتصريحات وإنزال البيانات مستمر فيما يخص الانتخابات ونتائج الانتخابات، بصفتك مدير أسبق العمليات في المفوضية كيف تقيم إدارة المفوضية للانتخابات؟ أتحدث من الناحية الفنية، تفضل. بداية شكرا جزيلا للاستضافة، تحية لحضرتك والأستاذ طارق وللجمهور الكريم. حقيقة في أكثر من مناسبة ذكرنا بأنه المفوضية يعني عملت عملا متميزا منذ بداية التحضيرات اللي هي تبدأ قبل تحديث سجل الناخبين وحتى يوم الاقتراع. وأستاذ القضاة أداروا الجوانب القانونية والإدارية بشكل متميز، ها يعني يجب أن تقال. الأخطاء خلينا نقول متى بدأت؟ بدأت في نهاية يوم الاقتراع مع
الادعاءات بعدم غلق المحطات في الساعة السادسة مع أنه الجهاز هو أوتوماتيكيا يجب أن يغلق الساعة السادسة. ولدي أيضا تعقيب على ما تفضل بيستاذ طارق أنه المفوضية تقول هذه الذي ظهرت في الشريط التوقيتات 6:30 6:30 حتى ظهرت قسم منها الساعة بالتسعة لا تعني استمرار التصويت وإنما سحب الشريط. سحب الشريط وبيك سحب يعني خلينا نوقف عند الجهاز. هذه النقطة جدا جدا نعم. هذه ما تعتبر خرق، ما تعتبر، هذا خطأ بالجهاز لم يؤثر على نتائج الانتخابات. خلي نكررها، خطأ في الجهاز، خطأ في الجهاز لم يؤثر على نتائج المتنافسين. لكن الحديث الآن انه هذا خطأ صارخ، انه هذه الوقت ما فوق الساعة السادسة تم التلاعب بالأصوات فيها. انا جاي اليوم عندنا أجهزة إلكترونية ومبرمجة بحيث تعرف انت كل ورقة بأي دقيقة بأي ساعة وبأي دقيقة استلمها الجهاز، وبالتالي من يستطيع إثبات، وهذا أيضا يقدم للهيئة القضائية، أنه الساعة بالستة وعشرين دقيقة يعني حصل تصويت مثلا خمس أصوات، ستة وخمسة وعشرين دقيقة عشر أصوات بعد ضيفت، اللي يثبت هذا أنه استمر التصويت ضمن توقيتات عليه أن يثبته، وبالتالي يعتبر هذا لا. لنفترض أنه أحد صوت ما فوق الساعة السادسة، يؤخذ يعتمد هذا الصوت إلكترونيا؟ لا أكيد، ما أولا هو هذا الافتراضية لا تحصل لأن الجهاز يتوقف الساعة السادسة. فهذه نقطة مهمة جدا. والهيئة القضائية الحقيقة يعني ملاحظة فنية أحب أن يعني أذكرها، أنه القرارات اللي أصدرتها وقبلت بها بعض الطعون وتغيرت بها ربما نتائج، هذه طبعا ليست حالات لأشخاص معينين الطاعمين فقط. يعني أنت من الهيئة القضائية تقول أنه أكو بحدود 6000، يعني مو الهيئة القضائية وإنما التقديرات أنه بحدود 6000 محطة يعني انذكر بها أنه بعد السادسة استمرت مفتوحة. طيب أنت لما اليوم تعيد العدو الفرز بمحطتين 5 10، وماذا بشأن البقية؟ أيضا بالنسبة إلى تقاطع البصمات، أيضا الهيئة القضائية المفوضية طبعا قالت بحدود 374 يعني تقاطع بصمة ظهر، وأيضا المحكمة الاتحادية القضائية أخذت بها مع أنه هذه جرت في نفس الحالات في 2014 أول عمل لأجهزة التحقق، و2018 بشكل أيضا أكثر ولم تتخذ بها قرارات من الهيئات القضائية. دعنا نتطرق فقط، أحيلت إلى المحاكم وبعدين سوفت، وهي هاي مذكورة يعني جريمة ارتكبني الشر مرتين، انتخب مرتين عنك طارق حلول للقضاء ما له علاقة بالمسائل الانتخابية، بس ما حد عالج هذا الجانب. العفو أستاذ طارق، كان يجب أن المشرع يحدد، لا يترك المادة سائبة يعاقب يذهب إلى القضاء، وماذا بشأن المرشحين اللي يعني انضروا في هذه؟ ليش ما تخلي فد مادة تقول نسبة مثلا 5% من المحطة إذا ظهرت بها يعني بصمات متكررة أفتحها ودققها، وأكو آليات بالمفوضية كنا نعمل عليها تشيك ليست 10-12 نقطة تعرف أن هاي المحطة فيها تزوير لو لا. هو سوفت وير الجهاز هذا اللي نتحدث عنه نعم يقبل تكرار البصمة؟ لا، هو هذا بالتحقق انت تشوف. هو المفترض يعني المفوضيه سئلت هذا السؤال قبل الانتخابات قالوا الجهاز ما يقبل، لان انت اليوم اذا صوتت هنا ما ترجع بنفس المحطه ورا ساعتين تصوت، ما يقبلك الجهاز، واذا رحت المحطه اخرى ايضا ما يقبلك الجهاز. مثل الاجهزه الموجوده الان مثلا لتسليم الرواتب مثلا، هل يقبل مرتين؟ ما يقبل مرتين. اجهزه ذكيه. نعم، اجهزه ذكيه. طيب اراء اخرى تقول، الراي الاول يقول انه اختراق أجهزة العد والفرز مستحيل، ما يمكن، لا يمكن اختراق جهاز العد والفرز. الرأي الآخر يقول يمكن اختراقها، أنت كيف ترى هذا الموضوع؟ أنا راح أعطيك نقطة حساسة. للأسف احنا من البداية التخطيط العملياتي لهذه الانتخابات طالما
أدخلت فيها أجهزة إلكترونية كان خاطئاً. كيف؟ إحنا كبلد ما عندنا طاقات لا بالمفوضية ولا ربما حتى خارجها تستطيع أن تضع البرنامج الانتخابي بالأجهزة وبرامج تبويب الانتخابات وكتابة البرنامج الانتخابي ومراقبته والسيطرة على غرفة السيرفرات وغيرها. وهذا كان صميم عملي في انتخابات تقريبا 2013. هذه صعبة ما عندنا كادر. فاليوم شركة ميرو الكورية هي صنعت الأجهزة، أجهزة طيب. التحقق طيب. وأجهزة العدو الفرز، وبالتالي هي سيطرت على النظام وهي من تدير النظام، هي من تستلم النت. احنا يعني أصبح كأنما البلد رهينة بشركة طيب. طيب. مع العلم أنه من 2010 صار كلام أنه يجب أن نطور كوادرنا حتى نبدأ بالعمل هذا التقني والتكنولوجي، وبقتها ذهبنا إلى أستراليا واطلعنا على أعمال المفوضية الأسترالية، وذهبنا إلى بلدان أخرى وإجينا وقدمنا دراسات وشكلنا لجان للبدء بالعمل على تكنولوجيا الانتخابات. طيب. سيد طارق حرق، متى ينتهي دور الهيئة القضائية للانتخابات قانونا إذا تسمح لي؟ أقول لحضرتك أمر قبل أن ينتقل القانون. تفضل. ما يقال عن السبرانو، ما سبرانو، ما سبرانية نعم. واحد تعرف حضرتك بحكم العمر الطويل نعرف فلان وفلان بأمريكا وغير مكان. قال لي استاذ طارق السبرانو عمل لما يكون اثنين متنافسين. شوف له حضرتك بايدن ويا من ويا ترامب. يجوز ينطون لترامب أصوات هواي وبايدن يشيلون من أصواته. من الصين مثلكم 329 نائب، ما يصير سبرانو، لأن من يرفع ومن يمطي. شوف له لا يقول من الصعوبة بمكان أن يتحكم السبرانو في انتخابات مجلس النواب. نعم في انتخابات رئاسة الجمهورية الاثنين مبينين. شوف له حضرتك أصوات لفلان وأصوات فلان، من أشيل أصوات من فلان يعرف يعني إيد فلان، من ضمت أصوات لفلان يعرف يعني. فال 329 ما يعلم إن قد لشخص أو شخصين، لكن لمجموعة مثلاً تيار الصدر 73 يلقى يختص ب 73 نائب، يزقهم بأرقام يقول من باب المحال، لم يصل العقل البشري إلى الآن. أما عن الهيئة القضائية الانتخابية، لا تسمح لي أكمل سؤالي فيما يخص الهيئة القضائية. ضيف العزيز سألنا شو وقت ينتهي دور الهيئة القضائية للانتخابات. السؤال بشق آخر، قانونا هل يحق لها انتزاع مقعد من طرف وإعطاء هذا المقعد إلى طرف آخر؟ أولا مفوضية الانتخابات جنابك قرارات الصادرة عنها شكاوى تقدم للمفوضية وطعون تقدم لمن؟ إلى الهيئة القضائية الانتخابية. طيب. مثل عندنا محكمة مداعة تحكم جنابك وتميز وين؟ محكمة تمييز الهيئة الجزائية. الهيئة القضائية الانتخابية مثل الهيئة الجزائية محكمة تمييز اللي تنظر في دقة الأحكام، الحبس والغرامة والسجن اللي تصدر، أو أحكام هيئة الأحوال الشخصية. فهيئة تمييزية، هيئة طعن، ممكن شوف جنابك لذلك تجد ما رأسا قالت أن أصوات الدكتور عبد الله أكثر من أصوات طارق حرب، سوت عادتها لمن؟ إلى المفوضية. تعالي يا مفوضية احتسني مجددا وزوديني بالنتيجة. شوف لو حضرتك، وإلا كان هي بإمكانك كذلك، لأن أصلا النص القانون مادة 20 مادة 19 من قانون المفوضين أنشأ الهيئة القضائية الانتخابية، قال بإمكان الهيئة القضائية الانتخابية إعادة حتى لو كل القضايا مجددا، أو السؤال عن الهيئة من المفوضية عن كل ما يتعلق بذلك، سواء عاد فرد سواء يعني قضاء محكمة. تمام لو حضرتك قضايا الخارج على محكمة القضاة بالمناسبة أقل واحد منهم عنده خدمة 25 يعني ربع قرن من الزمان في القضاء، فقاضي من بإمكان القاضي يعيدها لأي سبب. لذلك تجي كما يقال المسألة يقول احسب هذا واحسب هذا وشوف للنتيجة، اسقط من حسابات المرشح طارق كذا وأضيف لحسابات المرشح تجي لهناك. لذلك انحصر جنابك الطعون 7 فقط، كل هذه ردت
1600 1480 كذا شفنا لحضرتك. لذلك عادوها لمن؟ القانون طبعا يعطيهم هذا الحق. عادها لمن؟ المفوض الانتخابات، لكي تولى المفوض الانتخابات تهيئه الامور، تصعد فقط قرار الحكم من يصدر في قضايا انتخابيه. على اي سند قانوني اعتمدت الهيئه القضائيه فيما يخص البت بالطعون؟ على الدستور أم على قانون الانتخابات؟ المادة 20 من قانون مفوضية الانتخابات رقم 19 سنة 2020. بالمناسبة هي القضايا الانتخابية ترى مو جديدة. يعني من انتخابات 30/1/2005 موجودة. ثم قبلها هي نظرت. يعني تذكر حضرتك الملة وشيخ الكريم اثنينهم من استبعدهم المفوضية، طعنوا بقرار المفوضية أمام هي القضايا الانتخابية. هي القضايا المنتخابية قبلة الطعن مع الشيخ الكريم، شوف له على حضرتك بتكريت، ورفضت الطعن الخاص مع الملة. الشيخ الكريم شارك بالانتخابات وفاز، والملة ما شارك بالانتخابات نهائيا. يعني ليست بالحديثة، قرارات سابقة من الأول، قرارات يعني موجودة إلى الآن. هذا يدينها هيئة قضائية أشبه بهيئة تمييزية تنظر تتولى وطبيعي هي الهيئة الوحيدة، يعني ليس المحكمة العليا، ليس لمجلس القضاء الموقر، ليس لمحكمة التمييز الاتحادية، ليس للدعاء العام، ليس لأي جهة أخرى التدخل في صلاحية النظر في القضايا، وقرارها بعد طيب لا يخضع للتمييز أو الطعن أمام أي جهة أخرى، سواء هذه الجهة محكمة عليا أو جهة. لذلك تجد من أجل الدستور بالمادة 93 قال سوى صلاحية شرفية للمحكمة العليا، قال المصادقة على النتائج النهائية الانتخابات، ما قال المصادقة من عدمه. ايش قال؟ قال المصادقة، يعني يعرف أن القانون أعطى للهيئة القضائية الانتخابية السلطة الكاملة. طيب، في ذلك العفو. طيب سيد الزيدي، كيف أثر قانون الانتخابات بالدوائر المتعددة على النتائج؟ سؤالي هل فعلا كان الفوز لبعض الأطراف يعني لعبوها لعبة شاطر عن طريق فهم القانون بشكل جيد أم ماذا؟ بالنسبة لقانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020، طبعا قانون نقدر نقول عليه بمشاكل بهنات ومثالب كثيرة، قانون الحالي، وهو الذي أسس لهذه الأزمة الموجودة حاليا، ولا سيما في المادة 38. الجانب يعني الجيد بي اللي عمل قفزة هو في المادة 15 من القانون التي حددت النظام الانتخابي الجديد اللي هو الصوت الواحد غير المتحول أو التصويت لأفراد. وطبعا ظلينا من صدر القانون نكرر يابا هذا القانون اسمه النظام ضمن النظم الدولية، عوائل الأنظمة الدولية للانتخابات، هو الصوت الواحد غير المتحول، ولكن المشرع ذكر بالقانون خطأ الفائز الأول، وهو ليس بالفائز الأول، لأن الفائز الأول دوائر صغيرة يصعد منها مرشح واحد ومثلا 100 يتنافسون ويفوز واحد فقط، وهذا يسمى الفائز الأول. ولكن نحن لدينا 4 أو 5 مرشحين في مقاعد فيتنافسون أيضا 100 ويفوز 4 أو 5. أعود لسؤال حضرتك بالضبط، أن الدوائر الانتخابية كتوزيع يعني 83 ليست هي التي غيرت المشهد السياسي الانتخابي، وإنما النظام الانتخابي، لأن بعض الكتل المشاركة وزعت مرشحيها بشكل جيد وناجح وعرفت أين الثقل بالنسبة لديها، فلذلك بعض الكتل في دائرة بها 5 مقاعد فازت ب3 مقاعد. يعني بالعودة يعني وزعت جمهورها، وزعت جمهورها التي تستطيع أن توجهه إلى أن يصوت لهؤلاء الثلاثة، بينما منطقة ما عندها جمهور ما ذهبت ولا رشحت ولا ضيعت وقتها. لذلك إنه الدوائر ليست هي السبب، وإنما النظام الانتخابي وتوجيه الجمهور، وهذا علم في التوزيع. شوف الحكمة من أجل سوى أنشأ 4-5 أحزاب، تعرف لا نسوي حزب، تعرف لا نسوي حزب، هو ما يدري أن هذا جهده راح. اسمح لي لذلك العفو
فأنا حتى استرسل، عفوا لانقطع فكرتي عن الموضوع، العفو. فالتوجيه الجمهور ورطه شلون الزنبور العصفوره اليوم مال الجماعه ما جايبينها، دير بالك من الزنبوره العصفوره اهون بس الزنبوره ما جايبها. اي فاللي وجه الجمهور اصواته ما تشتتت وحصل على المقاعد بالعدد المطلوب، وخاصة كوت النساء أيضا بها ميزة متميزة لهذه الأحزاب التي لديها سيطرة على جمهورها. وبالتالي شوف اللي عنده ماكينة انتخابية جيدة، اللي عنده خبراء ومستشارين طبعا كسب. قلت أنه القانون به بعض الهنات كثير. سؤالي نعم. هل تعتقد أنه قانون الانتخابات الحالي غير مناسب للعراق، يجب تغييره؟ لو فقط غير مناسب يجب تصحيحه. هو العفو هو يحتاج لتعديلات حتى يكون قانون. لان اي شخص يعني مو عراقي يريد يدرس يريد يطلع على القانون العراقي راح يقرا يشوف يقول هذا مو معقول، هذا البلد اللي هو بلد حمورابي والمسله اللي هي الاولى بالعالم يكتب هيجي ركاكه بالقانون. لحد الآن القانون بكوبي بيست من القانون رقم 45 لسنة 2013، قانون انتخابات 2018 مسوي له كوبي بيست وبعدين دخلوا التعديلات. فاشبق بي بكثير من الأشياء اللي لغت الآن يتكلم عن قوائم مفتوحة. إحنا ليس لدينا قوائم مفتوحة، الآن عندنا أفراد، وذكرت أن النظام يقول فائز أول وليس لدينا فائز أول. هذا نظام الصوت الواحد غير المتحول وكثير من الجوانب. طيب القانون هسه احنا عندنا ازمه باجهزه التحقق الالكترونيه وعدوى فرز فقط، يعني من يفكر اليوم بتصويت الكتروني؟ هو ذني وصار به ازمه. شلون تتكلم عن تصويت الكتروني؟ ماده 42 يقول واذا ارتأت اجري التصويت الالكتروني فعلى المفوضيه. طيب وين لا لكن علينا ان نقول وين تصويت الالكتروني؟ احنا ذهبنا بس تفضل ذهبنا الى استراليا طلبنا منهم، احنا كنا يمكن 3 مدراء عامين و4 مفوضين، قلنا لهم جينا نطلع على التصويت الالكتروني عندكم وتسجيل الناخبين الكترونيا، قالوا ما عندنا تصويت الكتروني. استراليا البلد المتقدم، قلنا لهم ليش؟ قالوا هذا بمشاكل كثيره في دول مثل امريكا وغيرها وصار باشكاليات، عندنا تسجيل الكتروني. وفعلا اطلعنا على التسجيل الالكتروني، وانا كمدير عام عمليات جيت عملت يعني لجان شكلناها وسمينا التصويت الالكتروني لسجل الناخبين المستمر. طيب. اللي يعني مو بس وقت الانتخابات، على مدار السنوات حتى لو ماكو انتخابات انت تستمر بالتسجيل الالكتروني. فلذلك قانون الانتخابات به كثير من المشاكل، بس قلت لك الحسنة المتميزة به أنه غير النظام الانتخابي. سيد طارق عندك تعليق؟ شيء واحد، قانون انتخابات نقل العراق من أمر معين إلى أمر معين. يعني الثورة الانتخابية أو الثورة الديمقراطية التي حصلت بالعراق في هذه الأيام أساسها هو القانون. نعم أنا أتفق ويا، لا بل بالعكس حتى قرار المحكمة العليا اللي قال حسبه الأعلى على أساس الدائرة الانتخابية وليس على أساس القانون ما أقبله، أقول يجب أن يكون يحسب على أساس المحافظة وليس على أساس الدائرة. أنا عندي رأي، لكن أقول حققنا ما لا يقل عن 200 نائب بعقليات جديدة. العقليات السابقة اسمح لي، الصراخون الدقاقون كلهم انتهوا. الآن طبقة من مجلس نواب معتدل اختفت به ما كان يعاني به مجلس النواب السابق اللي رأسا يجي على الجناب أكمال الإعلام ماكو مجلس النواب ويحكي ليش تنطون 200؟ ليش فلان لا عشي؟ ليش هاي كلها اختفت؟ لأن أنشأنا شباب جديد، أنشأنا طبقة سياسية جديدة، نأمل أن تتولى هذه الطبقة السياسية اللي بعقول وبأفكار جديدة تهجيم ما يتعلق بالفساد المالي والإداري، وإلا شو جنابك؟ لذلك من الآن حصل الكلام عن قضايا كنا ما يمكن أن نناقشها، ما يمكن أن تذكر مثلا يعني عفو العام عن الإرهاب، يعني مثلا قطع حصة رفحة، إعطاء
للموقوفين، مثلا إعادة النظر بكون قانون أصول الجزائية يعطي للمخبر السري قيمة قانونية، أو قانون الأصول الجزائية يعطي للاعتراف قائمة قانونية. شوف لو لحضرتك هاي الثوابت اللي ما كان احد يقدر يتكلم بيها، واللي يتكلم يروح تعال الان النواب الجدد. شوف لو من الان يسالون كيف السبيل الى اعاده التوزيع. هذول اهل الاسرى اللي كانوا يوم الامريكان ايش قد 5 سنين وذولاك اخذوا 15. هل اسئله ما كانت تحصل من حصلت من نواب جدد. حزت مو بس نواب، بل هو الحق يقال ان هنالك كتله صدريه كبيره، هناك كتله تقدم كبيره، وكتله حزب ديمقراطي كردستاني. يعني تختفي كل الاقوال السابقه. تذكر جلابك وليش ما تنطوني فلان محافظه؟ ليش ما تنطوني فلان؟ هاي بعد راحت. يعني بالنظام القادم هذه ما راح تجي؟ لا ما ينطون. تدري ليش حضرتك؟ لان هذول النواب حريصين على ان المفوضيه جابتهم القانون اللي جاوهم ما يفرطون به. سؤال مهم واخير، يعني الذين يطلقون اتهامات فيما يخص العملية الانتخابية ونتائج الانتخابات وتزوير ويقولون أدنى أدلة، هل يمكن أن يطالهم القانون في حال لم تثبت أدلتهم الأحقية؟ أقول لحضرتك أمر باختصار، أنت لازم تتابع. شفت أكو وحدة امرأة يطلعوها على وشوفوا هاي ميتة وكتبوا لها القد. طيب هي هاي يعني هي تزوير؟ هاي بالعكس، هاي تأدي لعدم التزوير بدليل ميتة امرأة مسيحية. تعرف المسيحيين على كل العراق وماتت من موصل. ايش مدري المسيحي بالبصرة بالعمارة بالنصرية بكركوك هاي ميتة؟ يعني دلالة على أن الانتخابات التي حصلت انتخابات مضبوطة 100%، أي تزوير ماكو بدليل فلانة ماتت. من يشكك بنتائج الانتخابات والأدلة غير واقعية سيلاحقه القانون؟ يجب أن نفرق بين حرية التعبير ورذيلة التشهير. حرية التعبير لا زالت قائمة إلا أن يقولوا الخسران حقه. طيب في الجهد. السيد طارق حرب الخبير في الشأن القانوني، شكرا. ولا على الزنبورة اللي ما جت. شكرا جزيلا لك. أيضا سيد وليد زيدي مدير العمليات الأسبق في مفوضية الانتخابات، شكرا جزيلا لك. شكرا لك يا أبا، شكرا جزيلا. شكرا لكم مشاهدينا الأكارم لحسن الإصغاء والمشاهدة. إلى اللقاء.